اختتمت فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك العقبة 7 الذي نفذته عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية والأردنية بما يدين القتال والتدريب بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية. ويأتي التدريب ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين. اختتمت فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك العقبة 7 والذي نفذته عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية والأردنية بميادين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات البحر الأحمر، والذي يأتي ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين. وألقى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرا إلى أهمية التدريب للارتقاء بالقدرات القتالية وتوحيد الرؤى لمجابهة التحديات المشتركة. وتضمنت المرحلة الختامية التدريب على تنفيذ عملية نوعية مشتركة بين عناصر القوات المسلحة المصرية والأردنية للقضاء على بؤرة إرهابية داخل قرية حدودية باستخدام مقلدات الاشتباك المايلز والذخيرة الحية. كما نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والأردنية عدداً من الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر، تضمنت اقتحام جزيرة ذات أهمية حيوية وتطهيرها من العناصر الإرهابية. والتدريب على أعمال الاعتراض للسفن المشتبه بها وإجراءات حق الزيارة والتفتيش. وتضمنت المراحل السابقة للتدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم التدريبية وتنسيق الجهود وتنفيذ عدد من الطوابير التكتيكية والرمايات التقليدية وغير التقليدية باستخدام الذخيرة الحية ومن أوضاع الرمي المختلفة. حضر المرحلة الختامية اللواء أركان حرب رفيق عرفات مساعد وزير الدفاع للتدريب، والعميد الركن خليل سليمان طلاس مدير سلاح المشاة والدروع في القوات المسلحة الأردنية، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأردنية.